قوم وديني على المدرسة. مالي أدران بابا. خدي تاكسي وانت راجع كمان خدي تاكسي. بك شبك على الصبح، شبك منشان الله. بدي مصاري. ما معك بطيخ؟ معي، بس بدي اشتري تياب. وهي التياب بابا اللي عندك شو بدنا نعمل فيها؟ للكب؟ ايه للكب. استغفر الله العظيم. قديش بدك؟ قد ما بتعطيني باخذ. خذي بابا. يقبرني ربك ما كسرك. بتعرفي بابا؟ قسما بالله العظيم انك وحدي نصابه. قسما بالله العظيم انك يا عربي. تعي بابا تعي بدي اسالك. هلا انت بتعرف تشتري ثياب لحالك؟ لا هي ما حبيتها منك. طبعا بعرف اشتري ثياب انا بيسو. بعدين حاجة لحين على المدرسة تاخرت. هلا انا عامله هيكي؟ لك لا تخليني اغير رايي هلا وشلحك المصاري. يا امي خوفتني. بدك تقبري قلبي ان شاء الله. الله يحميك يا بابا. يا ترى شو راح تكون ردة فعلك يا ست سوزان؟ ستي بلط البحر وعلى ما بخيلك اركبي.
بس انا ما سمحت لك تدخلي. سكر الباب. بتعرف أنا شو فيني ساوي فيك؟ إيدك وما طول. ها. طيب بتعرف مين أنا؟ ومين خالي؟ ومين خطيبك كمان؟ بفهم إنك مانك خايف؟ أو عم تتظاهر إنك مانك خايف. أنا ما بخاف غير من اللي خلقني. السلام ورحمة الله وبركاته. كأنك عم تسكر يا أستاذ فريد. منيح اللي اجيت يا أبو علي. فوت عود محلي. رايح مشوار صغير ما تطول، يلا. إي لا تطول، رجاء أوامر أعمل لك درس بهالمنقلة، وإذا جاني زبون رح بيعها. إي طبعاً بتبيع. يلا حبيبي يلا. يلا. فوت. خلص خلص روي الله يخليكي. مع السلامة. الله يسلك. لا تجيبي سيرة لحدا انه جيت لعندي. لا ولا يهمك. الله معك. ابدا لا. خلص. يا ترى شو الحكاية؟ أكيد ما راح عملت لها شي عملي. الله يحمل معك يا أختي. مرح. بابا. شو في لعبتيني؟ أمي أمي. شو بها أمك؟ لك شفت الصبح أخذت ذهبات رفيقتي وما بعرف وين راحت فيهم. ذهبات؟ ورفيقتك؟ مروحة حبيبي فهميني وحدي وحدي. شرف اطلع شوف شو عامله بغرفتي. شو شفتها؟ ولك اللي شفتها. ايه ما لقيتها ببيت خالي. رحت على المحل؟ ما بعرفه، بس رحت على كل المحلات اللي بالشارع تبع المحلات وما لقيت خالك ولا بمحل. لا تعي انت بيها شوف. فهموني شو الحكايه. شو دخل خالكم بالموضوع؟ يا بابا ذهبات رفيقتي. تعي لهون. وين الذهبات؟ أنا الذهبات؟ الذهبات يلي كانوا بصندوق التخت أنا شفتك شلتيهم من هون وطلعتي. ما بعرف عن شو عم تحكي، أنا ما شفت شيء. لا بتعرفي أنا امبارح حاطتهم بإيدي. منين جبت الذهب؟ عم رفيقتي معها. يا أنت مام، التربية الحديثة مو هيك. هلا المهم الذهبات وينهم؟ بعدين مين هذا الشاب اللي كان ماشي معك بالسوق؟ شاب؟ شاب شو؟
اللي كان ماسك ايدك تربيع حديثه. ماسك ايدي؟ لا مدري شو صاير بالبيت اليوم. بعدين انت من وين جايبه هذا الحكي؟ اكيد من السيد فريد. انا قلت جيته امبارح مو لله. يعني امبارح ما كنتي بسوق الذهب؟ طبعا لا. بعدين انا شو بدي اسوي بسوق الذهب؟ في ناس شافوكي وقالوا لخالك. شفت طلع كلامي بمحله. السيد فريد يروح يلاحق اولاده بدل ما يلاحقنا نحن. هلا رفيقتك رفيقتك ليش حاطه ذهبات عندك؟ يا ماما امبارح رفيقتي نزلت هي وخطيبها على السوق، قصدي اللي بده يصير خطيبها، اشتروا الذهبات وكانوا رايحين مشوار وحطوا فيني بطريقهم وخلوا الذهبات عندي مشان ما ياخذوهم معهم على مشوارهم، وبالكثيرها اليوم او بكره وبيجوا بياخذوهم من عندي. يعني انت متاكده انه مانك كذابه؟ بشو احلف لك يا ماما؟ بس اذا مو متاكده من حكي تحكي ما رفيتي ما هو متاكده تحكي. ذهبات شي؟ انتي متأكدة؟ ايه خالته متأكدة؟ طيب شكرا خالته، الله معك، مع السلامة. شفت بابا؟ انا ماني كذابة. قولي وين رايحة؟ لحق اخي قبل ما يتصرف بشي. تعي تعي مرة. تمثيلية اللي عملتيها قدام امك مزبوطة؟ لك انت احسن لك. ايه مزبوطة. شو ما سمعت؟ ما حكيت قدامك مع مها. شو بدي باللي سمعته؟ بدي الحقيقة. الحقيقة مثل ما سمعت. شوفي لي قسما بالله اذا كنت كذابة بتروحي على السجن وانا ما بدخل بنوب. ايه لا تتدخل. لك جذبة خبريني بسرعة حتى اتصرف قبل ما يسبقنا دخلك ويتصرف. بتروحي فيها؟ ليش؟ شو ممكن يتصرف خالي يعني؟ ممكن يعمل لي واحد مبدئي ويروح يسلمه للشرطة. شو بعرفني شو ممكن يعمل؟ عم قلك بتروحي فيها. ولي ولي إذا كان هالحكي صحيح، إذا كان هيك اتصرف فورا بابا. مرحبا. اهلا وسهلا. ليه صار يا ابني؟ اهلا وسهلا. شو بلاقيك عنا؟ ولا كنت مارق من هون لمحتك قلت لاجي اسلم عليك واتعرف على المحل، اصلا انا ما بعرف المحل. اهلا وسهلا بيبو. جيب لنا اثنين باريت. تفضل تفضل سهري. تفضلي. مرحبا. وعليكم السلام. وين ابو ماهر؟ وصل مشوار ما طويل. خبريني شو بتريدي؟ ها انا اخته. وين راح؟ اهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. ما تقولي غير انه اجا. قد ايش ساعه طلعيني؟ الله يوفقك. 11:05. لا رد الله على الساعه، رجعت تسبق. ما قال لك وين رايح؟ ما قال لي.
شو بتدي اضيف هيك كازوزة شراب شو بتدي؟ لا يسلموا ما بدي شيء. تفضلي ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك. معوضين مع السلامه شرفتي. والله يا صهري شكلي ما بتصدق الزلمه كثير ادمي. ايه بس ما تكون اخذه شيء كثير. لا يعني انا اللي سمعته انه اخذ شيء 3 اساور وثلاث خواتم ودبلتين خطبه بحيطان 15000. اوف اوف اوف، معناتها قديش الذهب غالي؟ ايه غالي، بحيطان 100 صاير الجرام. يا رطي طيب انت شغلك كيف؟ ماشي الحال. عم تشتغل بايدك؟ يعني احيانا. ناصر بدي اسالك، هلا انتو صاغه بضاعتكم كلكم تاخدوها من مصدر واحد ولا في محلات بتشتغل شي خاص فيها؟ في محلات بتشتغل شغل خاص فيها واحيانا ناخد من مصدر واحد. والله زعلتني على هالمسكين. هلا وين محله؟ هون قريب مني بس الظاهر انه اليوم ما فتح. عم يلاحق هذا الشاب المغفر. لك شوف شوف كمان لهالشاب المسكين. هلا هذا الشاب من السوق من هون شفته انت شي؟ لا والله، لانه الشرطه ضبت فيه قبل ما حدا يشوفه. ها طيب يلا انا بستأذن. صاري قاعدين لسه ما شفنا. معلش غير مره ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامه. اهلا تودا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. خود شو بدك تاخذ؟ شو بدي قديش صار وحاسبني؟ شوف لي شو بدي اخذ انت. ها شو وينه؟ هلا بيجي. ما بعرف شو رح ضل يعني هون. بتعرفي جوزي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، عتبك على النظر. يا بسيطه بسيطه ولا يهمك. تفضل تفضل عود تفضل عود تفضل. روحي انت على البيت وانا بستنى. لا معلش انت روح انا بستنى. طيب طيب رح روح انت استنى. يلا بخاطركم. الله معك عمو. كيفك بالمنقلة؟ مو كتير. ايه حرك تعال. دلاله اهلا خلو. اهلا بلال. انت انا والله الانتين ما بعرف بس النسوان رايحه والرجال جايين. القصه فيها انه لا لا افتحنا بغير. روح افتح وحده بردي وعرقامي. روح وجه وجه. شو هالصوت؟ أنا صوت ما بعرف في صوت. ما يزعل شيء. هذا لا تطلع لا تطلع صوت. لعب لعب ما في شيء. يا خب طيب في صوت يا أخي. أنا صوت؟ اسمع. هلا هو هلا هو هلا 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 لعب لعب أبو علي. لعب قاعدة قديمة هي لعب. شايف؟ من أولويات أولوياتنا رفع شعار الحرية ومحاربة الظلم واتباع الرأسمالية العالمية. مرحبا ليلى. لا أنت ألعب من أستاذ فريد. لا وأبو ماهر كمان لعيب كثير. السلام عليكم. ذكرنا القط جاي نط. وعليكم السلام ورحمة الله. يا سيدي صهرك معلم باللعب معلم. صهري معلم بكل شيء. علي سهري. علي سهري. سهري شو وين كنت؟ كنت مشوار صغير هون. بطل عود. لا في حديث بدي احكي معك. هي تفضل تفضل لجوا. يا الله يا كريم بعدين بنكمل ابو تمام. عود وين رايح؟ ايه انا شايف ولو انه ما بشوف شايف انه في حديث خاص بينك وبين صهرك بتكون حشريه مني اذا ضليت. يلا ولو انت من اهل البيت انت منا وفينا. ايه بارك الله فيك يا استاذ فريد. انتوا خذوا راحتكم وانا بكون مرتاح هيك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون يعني ما بتعرفي وين راح؟
ما بعرف ما لقيته لا بالبيت ولا بالمحل. ولك انت شو طلع معك بعدين؟ ليش تاخذي الله عند خالي؟ افرضي هلا اخذهم على الشرطة. خالك ما بياخذهم على الشرطة، خالك حريص عليك. باين. واذا هلا اخذهم على الشرطة شو بنعمل نحن؟ لك ياخذهم. انت ليش خايفة؟ بيرجعوا. انا ماني خايفة، بس ليش كانت هالفضيحة من اصله؟ يعني هلا خالي شو بده يفكر فيني؟ خلص ها خلص وجعني راسي. هلا خالك بيرجع وابوك بيجيبهم. خلص خير ان شاء الله. حل انت حل. معناتها انا النصب علي. الله يسامحك، انت كيف تعطيهم بدون ما تتاكد؟ الظاهر تسرعت، بس الزلمه تعرف على الذهبات وقال هدول ذهباته يلي اخذته للبنت. بالله شو يعني واحد انسرق واجوا الذهبات على برد المستريح؟ شو بدي اقول لك، هدول مو ذهباتي. الناس ما عندها ضمير يا ابو ماهر. قوم معي خلينا نروح لعند الزلمه. شو انا ما دخلني، طلعني برات الموضوع نهائيا. انت اللي غلطت وانت اللي بتحمل مسؤوليه غلطك. بسيطة، بتحمل مسؤولية غلط. قوم انت تيسر وتركني انا اتصرف. شو بدك تعمل؟ شو بدي اعمل؟ كيف يعني تركوا هيك ينصب علي؟ بدي اجيب له الشرطة. الشرطة؟ الشرطة؟ لك بدك تجيب لبنت اختك الشرطة؟ لك اذا مو خايف على البنت الغريبة، خاف على بنت اختك؟ لك بدك تعرضها لسين وجيم شو هالحكي؟ والله ما كان فايتتني هاي. ماشي ماشي ماشي، اتركني وانا بتصرف، بس بشرط بدون مخافر وشرطة. طبعا الله يصلحك. الله يصلحك يا ابو ماهر على الورطة اللي ورطت حالك فيها، ورطنا معك. شو بدي ساوي؟ هيك صار. هلا اتيسر انت وخليني اعرف فكر انا شو بدي ساوي. بس يكون بعلمك يا أبو ماهر، إذا البنت بتتبهدل أو بيصير لأي شيء ما رح تخلص مني، ما بتلوم غير نفسك. ماشي أبو تمام، ماشي خلاص تيسر. هاك انت شو على بالك؟ لك يا ريت لو بتاكل قد نص الاكل اللي اكلته من اختك، هيك الكف يا زلمه مخبط. بس ما قلت لي واطلعته من البيت شو قال لك؟ ما حكى ولا كلمه، طليت على اعصابي كل الطريق لحد ما وصلنا على البيت. هونيك عملت لي اختك اللازم مثل ما بتعرف، بس موقفه كان اصعب بكثير من موقف الماما. لك يعني صحيح ضربتني كفين بس فشت لي قلبي، ريحتني. كيف يعني؟ يعني بفهم من كلامك انك انت بتحب تاكل قتل؟ لا خال والله مو هيك، بس يعني البابا ما حكاني شيء، حتى ما عاتبني. ضليت انا وياه كل الطريق على اعصابي، عقلي ياخذني ويجيبني. شو بده يعمل؟ يصرخ بصرخ فوقه وما بعرف شو بده يعمل، بيضربني ولا ما بيضربني؟ اذا ضربني بطلع برات البيت، يعني ضياع كنت. يعني صار فيك مثل كاني واحد ناطر الموت. يا عيني عليك، هي هي ناطرة الموت أصعب من الموت مثل ما بتعرف. يعني غريب هالزلمة، عيشني بحرب نفسية صراحة. حسيت إني ندمان على كل شيء لأنه رحت معك، وحسسني إني غلطان من دون ما يحكي أي كلمة. هاي الحرب النفسية منعرفها، بيكون متعلمها من الشباب بالسجن. قلتك، بس أنا والله توقعت معه كتير. بس بدك الصراحة، أنت بتستاهل هاي الأكلة اللي أكلتها. خال هاي مو قتلة، لك هاي تغسيلي من كعب الدست. المهم هلا سرنا اليوم؟ خال شو سرنا ما سرنا؟ عم نقلك البيت حيطان وعم تخانق مع بعض، تقلي سرنا؟
فوت جليد جليات فوت. مو عساس حم السيارة. تمام. قسم بالله يا متمام اذا ما رجعوا الذهبات ليش تحك عن اخوك يشرح لك الكلاب يعني وين الذهبات انا اعطوه للزلمه كله مني شو بدنا نقول للبنت والله مستاهل انا مستاهل تستاهلي طبعا تستاهلي بسيطة يا استاذ بسيطة إذا ما جابهم تتحاسب أنا ما بيهمني حسابك أنت وياها أنا بدي الذهبات ولك أنت ودي الحال يا حمار هو شلون بيعطي إياهم وليه أنا هالمصيبة وليه مرحبا بابا أهلين بابا أهلين منيح اللي جيت خير بابا عود محلي بدي اوصل لبيت عمتك من تمام ايه بعيوني بس بابا ما تاخر لانه عندي مذاكره ونسيان كتاب بالبيت حاضر ما رح اتاخر بعدين البيت مو بعيد بتقدر تجيب الكتاب ايه براسي اسمعني منيح مسلى انا عم بحكي عربي عم اقول لك مشغول وماني فاضي لك يا حبيبي ما فيني اجي خلص صرف من عندك خلص شوف شو هو المناسب وتصرفوا لك مسلم لا تخليني عصير شو بقى اول مره بيجوا يعني خلص تصرف يا اخي لا لك حل اوكي مع السلامه العمل بقلبك شو ما شوفي بيشتغل عندك اوكي قال جايين فرسان البلدية ومو عارفان كيف يتصرف تفضل عيشوا هالبيات رجع اتصل فيه خليه يعطيني أي واحد منهم اللي أمسح فيه القروض اتصل لك دخيله الحمش أنا ولا يهمك قلت له كيف يتصرف يا عرب أي حدا بيزعجك بتقليه فورا أنا بعرف طريقهم هدول ما بيمشوا غير بالرأس لك دخيل خلقك أنا ما تخاف علي أنا بعرف كيف وقفهم عند حدهم بعرف إنه ما بنخاف عليك خوف بلد ما شاء الله زالي خوفتني ريا بير اجا خالو اجا خالو والأهل ديف ميري شو صار معك؟ يا موتي ده نيجز ما مش الحال شو يعني ما مش الحال؟ بيها كلهم علينا الله يخليك يا أخي خلصني من الورطة يا حبي خالو تمام؟ سب لوب بهت باتك يرضال يا هيك ايش توكي باتك يزار لحاله بالمحل روح ساعده شوي لبين ما أرجع حالات خالو بس أنا ما بعرف المحل اكشلي كوين تعرف محل ابو عبدو ايه كوين ريشتو مواجهه تمام يلا حبيبي ريشتو في بحكي الله يخلي لي اياك يا اخي ريحتنا من صوت هالتلفزيون ايه ستي قال بده البنت رفيقه مرح واذا بتقدر تجيب خطيبه معها بيكون احسن شو سامع بابا والله حلوه شو بده منها يعني قال بده يتأكد إنه مو هي البنت يلي سرقت الذهبات وأنا شايف إنه معه حق إيه شو علي روحي أمي اتصلي فيها خليها تجي لعنا شو عم تحكي أنتي أنا مستحيل حط رفيقتي بهيك موقف أصلاً إذا هي قبلت أنا مستحيل أقبل إيه والله خطيبك عم يبطل عنا عن جد الحكي شو ذنب البنت تبهدل من ورا غلطك أنت فعلاً ببطل عنا خطيبة طيب يا أبو تمام بلكي هي يلي أخذتهم إيه إيه والله بيصير هي إيه بيصير ايه بابا بابا مستحيل ما هتعمل هيك رفيقتي وبعرفها رفيقتها وبتعرفها اختي ام تمام انا نشف ريقي يرضى عليك بلكي بتعملي لنا كاس شاي ايه على عيني تكرم طيب يا جماعه بلكي هي اشترتهم من عنده لانه الزلم يتعرف على الذهبات وقال هذا شغله بالسوق كله ما حدا بيشتغل هالشغل وانا اتاكدت من هالشيء ايه وشو يعني كيف شو يعني يا ابو تمام كيف شو يعني هلا خلينا نقعد ونحكي على رواق تفضل 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 على الصدر اخي خلي البنت تجيب خطيبه ونروح نواجهه شو يعني نترك الزلمه ينصب علينا هيك وياخذ الذهبات الا اذا كانت لا سمح الله مستحيل انا بستغني عنه لو بحط رفيقتي بهيك موقف لك شو تستغني عنه ما تستغني عنه ليش هن الذهبات لك لحتى تستغني عنهم
لا يعني انا قصدي بجيب لها غيرهم او بعطيها حقهم. طيب انا عندي الحل. شو هو الحل خالو؟ بروح انا وياكي على اساس انت رفيقتك وبظن هيك بتنحل. لا انا ما بروح، انا شو دخلني؟ قال روح قال. يعني كيف بدها تروح؟ اذا راحت اكيد بده يتبلاها ويقول انه هي مشان ياخذ ذهبات. لا 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 ما بظنه، الزلمه باينته آدمي، بعدين في شاب مسكين بالسجن، يعني اذا الصايغ عم يكذب الشاب ما راح يكذب. شوف أبا ماهر، يعني بالمشر محي ومن الآخر نحن لا رح نروح ولا رح نجي، والذهبات بدهم يرجعوا، وتصرف هي مسؤوليتك. هيك رأيك؟ ايه؟ معناتها ما ضل قدامي غير الشرطة. لا خالو بوس إيدك. يا ماهر إني أنت معنا ولا ضدنا؟ هلا أنتوا ليش خايفين؟ أنا ما عم بفهم خالو. بدي أسألك، هلا هو عرف مين انت ومين انا؟ يعني عرف انت شو بتكون الي وانا شو بكون الك؟ طبعا لا، معقول انا اقول له هيك شيء؟ يعني نحن هلا اذا ما طالبنا بالذهبات بيحكي شيء؟ اكيد لا، اصلا انا لو ما رحت لعنده طلبت منه الذهبات كان معتبر الموضوع منتهي. اذا هيك خلص بلاهم الذهبات. شو بلاهم؟ كيف بلاهم يعني؟ طيب والبنت؟ انت بدك يعني يفوت على السجن؟ اذا بتنحل بالذهبات خلاص بلاهم 60 عمرهم. خالو اذا فيك تحلى بلا شو شرع حلى. انت عملتيها مو خالو؟ بوعدك ما عاد عيدها. ما راح، أنا هالمرة رح أمرق لك إياها هيك كرمال أمك، لأنه كان ممكن تروح فيها ومنشان يضل إلك شوية احترام عندها. بس والله العظيم، والله العظيم إذا هذا الشيء بيتكرر مرة تانية أنا بنفسي لسلمك للشرطة. خلص خالو خلص، بوعدك ما عاد تتكرر إن شاء الله. على فكرة أنا هذا الزلمة ما بعرفه ولا بعمري شفته، والذهبات لساتهم معي. وينهم؟ رح أرجعهم لصاحبهم. عيب يا بابا، بدك تعليني يا بابا أنه هي أول مرة وآخر مرة، وعديني يا بابا. إيه؟ وعدك بابا بوعدك. وعد بابا. وعد بابا وعد. لأنه سرقة عيب يا بابا عيب. بوسي التوبة بابا يلا. أبو تمام دير بالك على أولادك، يمكن يكون في لسه شوية أمل. حاول تأمر له شغل، حسسهم بالأمان، وانت حاول تعمل لك ولو مرة واحدة بحياتك شي صح حتى يتذكروك بالمنيح. أما بالنسبة لأم تمام، إياك ثم إياك إنك تحرجها أو تحكي معها مرة تانية كلمة ناقصة، لأنه بتكون هي آخر مرة بتشوفها بهالبيت. بعدين ما عاد في شي عندكم بينبكى عليه أو بيندم عليه، تفهم؟ خاطرك كثير. والشاي؟ دايما. فظيع. ما حرام عليك تعمل هيك فيها للمخلوق. بتكون ناطرة حبيبي القلب واخبار. سوزان بترجاك طلعينا من هالقصة هي. ليه؟ يعني رغم انه انا لا كسرت بخاطر اي بنت ولا بحب اكسر بحياتي بخاطر بنت، بس هاي البنت ما بعرف ليش حظها سيء، طلعت بنت حمالها الاستاذ فريد.
بابا المفروض واحد يدق الباب قبل ما يفوت هيك فورا. اسفه ما كنت بعرف انه عندك ضيوف. بنتك ليسان. مرحبا خالته. طانت حبيبتي. خليها طانت. مرحبا طانت. برافو عليك. عن اذنك طانت انا بدي اروح ضب غراض. حلوة بنتك. أم حلوة هيك؟ يعني ما رح تقلي ليش طلقته؟ مصرة يعني؟ إذا بدك. هي هيك بدها. أها عم قول ليش ما بدك تحكي؟ خجلان ما؟ ليش؟ لأنه هي تركتك. لا ابدا بحياتي ما خطر لي هذا الموضوع. اكل حال هي امها طلبت الطلاق بظرف يمكن يكون معها ما بعرف، بس المهم بالاخر طلقنا. بنتك عايشه معك؟ لا حرداني عندي. ليش متجوزه؟ راح زهنك لبعيد. حرداني من عند امها لعندي. مو بعرف قلت لي حرداني فكرتها متجوزة وحرداني من جوزها، يعني هي عايشة مع أمها؟ إيه ومتعلقة فيها. وأنت؟ والله ما بعرف بس بحس بأمها أكثر. ليش عم تهرب من السؤال؟ أي سؤال؟ حرام اشرح لك ياها بالمعلقة. هل أساس ما أنك فهمان علي؟ أنت متعلق بأمها ولا لا؟ يا ستي ماضي وراح صارت ذكرى. حلو الرجال يكون ذكي ومناور. إذا قصدك بأن الرجال ذكي فشكرا. أخ وين كنت غايب عني من زمان؟ بالسجن. خالو بدك مني شيء؟ أنا بدي روح. لا خالي يعطيك العافية بس الله يرضى عليك. حاول تشتغل لك شي شغلة. خالو والله ما صار لي شغل. لك يا حبيبي تعلم مهنة حرة. والله المهنة الحرة كويسة. طيب ماشي خالو رح حاول رح حاول. يلا بخاطركم. مع السلامة. نزار طلع على البيت غير ثيابك وكل إذا بدك تأكل وجيب كتابك وتعب بسرعة. عندي مشوار صغير. بابا أنا أكل ما رح أكل. بروح على البيت بغير ثيابي بجيب الكتاب وبرجع فورا. طيب بس لا تتأخر الله يرضى عليك مشان لحق السوق قبل ما يسكر. حاضر. الله ليردكن كلكي. اضرب انا العمى ما اجحشني بس ما حدا بتعنى غير من كيسو. اي والله نافسني كاس بالمحل عسيرة كيسو. والله اهلين وسهلين بسهام. ألف مبروك إن شاء الله. والله فرحت لك من جوات قلبي. تسلمي لي يا مرت عمي. بس ما قلتي لي مين دبر لك إياها؟ زي المعلم اللي بيشتغل بابا عنده. كتر خيره. رغم إنه المؤسسة ما بدها موظفين بنوب بس هيك تواصل. إيه كتير. هلق هيك بيقول بابا. على كل صدفة حلوة إن حطوكي عندي هون بالمكتب. هلأ أنا وياكي صرنا زميلات. شو رأيك نبلش بأول شغل ونشرب قهوة مع بعض؟ هي أكتر شغلة نحنا بنشتغلها. رح أقوم ساويها. لا والله أنا بعملها. لا اليوم أنا بدي أعملها. أنت ضيفتي. لا يا مرت عمي شوفي لي هالرسميات بيناتنا كمان ما بدي أتعلم الشغل. إذا هيك معلش عمليها أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرنة
في لك عندي أمانة. أمانة من مين؟ من بنت. في بنت اجت لعندك مبارح على أساس تشتري ذهب، نقت يلي بدها إياه وراحت على أساس تورجيهم لأمها. وينها؟ هاي وحدة حرامية والله لأخرب بيتها. طول بالك، لا تظلم البنت. لكن ليش أنا هون؟ الله يسامحك، الله يسامحك. الظاهر كان معها حق. معها حق تسرق؟ لا العفو، كان معها حق إنك بدك تشك فيها. الله يخليك فهمني، أنا أعصابي تعبانة من امبارح ماني نايم الليل. يا سيدي هاي بعد ما أخذت الذهبات ونزلت تورجيهم لأمها بالسيارة، نزلت تفاجأت بأنه أمها غميان عليها بالسيارة والسائق ما بيعرف شو بده يساوي. قامت نسيت الذهبات ونسيت كل شيء وأسعفت أمها على المستشفى. طلع أمها عندها جلطة وأسعفتها ولهلأ هي بالعناية المشددة. يا ساتر يا رب. لذلك طلبت مني أنا أجيب لك الذهبات وخافت أنك تشك فيها وتقول أنها سرقتهم. الله يلعن الشيطان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضل هاي الذهبات فقدهم. هاي هنن والله مو ناقصين شي. والله بنت حلال هالبنت. تعرف أنا كنت قايل بعمرهم ما بيرجعوا. مال الحلال إلا ما يرجع لأصحابه. الله يكتر من أمثالك وأمثالها. أنت قريبة؟ لا قريبة ولا شي، ولا عمري شفتها. بنتي كانت جارة أمها بالمستشفى فتعرفت عليها. بس هذا الشاب اللي كان معه. مين هذا الشاب؟ مبارح دخلت ومعه شاب، أنا فكرته خطيبة. خطيبة؟ بس على علمي مو مخطوبة. اسمع اسمع لقلك، كأني فهمت منها أنه في شاب إجا معه لهون يدل على محلك على أساس أنه شغلك كويس ورخيص، وإجا معه على المحل لهون مو هيك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اتقي شر من أحسنت إليه. شوف لندالتي، كل شيء هو عمله معي وشو أنا شو فكرته معه والله، وشركة بالسرقة. لو كل شيء حلف لي انه ما بيعرفها وما صدقته، حتى الشرطه ما صدقته. وهلا وينه؟ بالسجن. لروع عجل طالعه. الله يلعن التسرع والشك، استغفر الله العظيم. ايه عجل الله يرضى عليك، روح طالعه بينوبك ثواب. يلا